كل يوم ويوم حزة شهداء فلسطين. تقرر يوم الثالث من أوت يوما وطنيا عالميا نصرة لغزة وللأسرى على قاعدة أن غزة والأسرى هما أصل وحدتنا وطريق انتصارنا. أغلب الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الغاشي المجرم جلهم من السكان المدنيين العزل الأبرياء والذين تم اعتقالهم من خيم النزوح بغزة أو من بيوتهم. المعتقلين منذ بدء هذا العدوان الظالم زاد عن 10,000 معتقل جديد خلال فقط هذه الفترة الوجيزة العشرة شهور. الوجع والقهر والمعاناة لأبناء شعبنا في قطاع غزة فاقت كل حدود. المشكلة ليس في عدد الشهداء أو الجرحى أو حتى الأسرى أخواني الأعزاء، 2 مليون فلسطيني ونصف في قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة جماعية. بالنسبة إلى وقفة اليوم في سفارة دولة فلسطين هي وقفة بتاريخ 3/8 التي أصبحت يوم مشهود في تاريخ القضية الفلسطينية، فهي دعم للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. أرسل برقية تهنئة، برقية اعتزاز وفخر إلى شعبنا الفلسطيني الصامد على أرض فلسطين كل وعلى أرض قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض إلى هجمة صهيونية شرسة.